بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة تكنولوجيا المعلومات وطلاب مساق برمجة قواعد البيانات، في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتطرق إلى Writing Control Structure، كتابة جمل تحكم. سنتطرق في هذه المحاضرة إلى صنفين من جمل التحكم، النوع الأول اللي هو If Statement والنوع الثاني Case Statement. فلنبدأ على بركة الله. الـ If Statement طبعا من جمل التحكم، عندنا الـ If Statement وعندنا الـ If Else وعندنا الـ Case Statement وعندنا اللوب بأنواعها الـ For والـ While والـ إيش Enormous Loop اللي هي اللوب اللي Standard أو Traditional. بالنسبة للـ Context أو Syntax تبع الـ If Statement، If Condition Then Statement. The Statement هذه لغة يعني جمل برمجية بنوضحها. في عندنا Else Condition، لو حالة الشرط الأول ما تنفذش بندخل على الإلس، أو إلس أخيرة بحيث إنه إيش تكون الجملة الأولانية والجملة الثانية الكونديشن تبعهم يكون فولس، فبنيجي للجملة الأخيرة اللي هي تتنفذ في الإلس، وفي الآخر بنحتاج نكتب إند إف. تختلف عن الجافا ولغات البرمجة لأنه كل لغة إلها ميزاتها في السنتاكس تبعها. فلاحظ إنه لازم نكتب إف الشرط اللي إحنا بنكتبه، طبعا هذا arithmetic او اي شرط معين. في عندنا then وعندنا else if، طلع كيف تنكتب بالشكل هذا والelse تنكتب بالشكل هذا. مثال بسيط، عملنا declare my age number، حطينا فيه قيمه 31. عملنا begin و end لمين؟ للanonymous block. جوا الanonymous block كتبنا if my age اقل من 11، لقيت my age هو عباره عن متغير اخذ قيمه 11 لانه هو number. بيجي بفحص هل الـ age أقل من 11؟ الـ age فيه 31، حيطبع إشي هنا؟ لا، بلاقي إيش أيام الـ child ما بدخل على الـ if، بطلع عطول، تمام؟ لكن لو كانت قيمة my age 10 وكانت أقل من 11 فبطبع الجملة هذه. نطبق مثال بسيط على الكلام هذا. أول إشي بنحط set server output on، عندنا begin وعندنا end، طبعا مش حساسة لحالة الأحرف هنا. من ثم نعمل declare، نحط my age number بيساوي and my age، طبعا and جنبها لانه احنا بدنا نعمل substitute من اليوزر، فبكون my age. عندنا if طبعا my age، نتاكد من ال if my age اكبر او اقل من 10 then، وهنا بنحط end if بالشكل هذا. هنا بحتاج انك تكتب اي حاجه، لو حطيت null بيروح الايرور اللي كان موجود تحت هنا. بنحط dbms dot bot underscore bot underscore line، نكتب هنا اللي احنا بدنا اياه، نقول هنا I am still a child، يعني ما زلت طفل بالشكل هذا. طبعا في احنا ممكن نرتب الكود، لو حطينا كليك نقول فورمات، فبروح برتب لك الكود بالشكل هذا بالفورمات المرتب عشان تكون readable يعني. طيب لو عملنا run للسكريبت ونقول له my age 90 مش هيديك اشي، لكن لو احنا عملنا كمان run مرة ثانية للسكريبت نقول له my age is 5 I am still a child، لانه دخل على الاف statement وهذا البلوك والبدي تبعها. ممكن تكتب هنا begin وتحط كمان ايش end هنا.
فبصير عندك بلوك قد ما بدك انت ممكن تكتب كلام جوا هنا. هذا بالنسبه للمثال هذا. اف إلس، طيب نجيب مثال ثاني على الاف إلس. طبعا هو كاتب إلس انه اطبع نوت تشارج لانه في عنده خيار ثاني، اذا كان مش هيك بنطبع ايش؟ إلس اطبع ايام نوت تشارج بالشكل هذا. نوت تشايلد او ايام يونغ اللي انت عاوزه. احنا بنجيب مثال عشان نوضح الكلام هذا. لو انت عملت ران للسكريبت حطيت 50 ايام نوت تشايلد تمام، ورجعت كده طبقت السكريبت حطيت 1 بقول لك ايام ايه؟ ايام تشايلد. في عندي اف ذن إلس بالشكل هذا، ممكن تاخذ اكثر من اف. طيب نجيب مثال عليها لما بتكون عندنا حاله اكثر من اف ستيتمنت. نجيب مثال عليها سريع في البيجن والاند. بدي اعمل مثال انه يكون اي بياخذ عندي اكسلنت وبي نقول عنه ياخذ very good. very good وسي good ودي لو else نجيبها هذه not found مثلا not found not known يعني مش معروف عندنا، وهذا بنحطه ايش ككومنت بالشكل هذا. ديكلير نبدا نعرف، بنعرف عندنا متغير اسمه في جريد، بدي اعرفه من نوع، انا بدي اقرا حروف فبعرفه من نوع فور كاركتر او كاركتر واحد، كاركتر واحد لانه انا بدي اقرا حرف واحد، فبنعرف كاركتر واحد becomes equal. طبعا انا بدي اوحد هنا اللي مدخل عندي، فبحط عندي يا ابر يا لور، بنقول له ابر اللي انت حتقراه مين الكلام هذا اند في جريد نبدا هنا بنقول اف الفي جريد في اندرسكور جريد هيو بيساوي A. كان انت ادخلت حرف ال A then ايش بده يطبع لك؟ database management system dot put underscore database management system اكتبها بايدي database management system underscore output dot put underscore line هيطبع لي excellent. تمام لقيت else if، طبعا هذه capital letter small letter مش مشكلة. ال v grid بيساوي بي then هتطلع لك ايه very good. very good else if ال V grid بيساوي C then هيطبع لك good. else يطبع لك ايش؟
unknown. مش معروف. في الاخر بنحط end للاف. end f بالشكل هذا. طبعا end للاف فيها بينهم space. طلع كيف بتغير لونها بالشكل هذا. بنحط كليك يمين بنقول له format. رتب للشكل الكود اني انا اقدر اتعامل معه. لو عملت run اديته A. نعمل كمان مرة run للسكريبت ادينا له ايش B. نشوف وين الايرور اللي موجود عندنا. ايرور ستارتنج ات لاين 3. شوف هنا في جريد كاركتر كمز ايكوال ابر الفي جريد. وهنا في عندنا بيجن واف الفي جريد بيساوي ايه ذن اطبع هذا إلس اف إلس اف. كمان هنا بيجيل انه انت هذه انت للاف وهذا للالس وهذا اف الس اف. هي بسيطة جدا لكن في حاجة انا مش شايفها. V grid character becomes equal and upper case للأنت هذا. أقول أنا بدي فاصلة منقوطة. A grid character A expression is of wrong type. لو اخذته بار شاركتر تو واحد وين الرنج تايب بي جريد بار كاركتر تو وهذا بي جريد هذه يساوي اسف انا ما شفتهاش يساوي بشكل هذا هيك بزبط معانا. ايه ايش قال لك excellent. نعمل كمان مرة B very good. نعمل كمان مرة C good G unknown. احنا ممكن نعمل هنا حتى نقول اكبر من C. طلع كيف أكبر أو تساوي سي. طلع هذه لو إحنا أكبر أو تساوي معناها أي حرف في الحروف بعد الحرف السي. يعني لو حطيت أنا أن هيقول لك إيه good تمام. حتى لو حطيت السي ذات نفسها برضه هيقول لك إيه good. هيك إحنا بنكون تعرفنا على كيف نعمل مثال بالإيش بالإف ستيتمنت. طبعا نكمل السلايدز. هذه الأمثلة بيقول لك إنه في عنا إحنا هنا حاجة اسمها case expression. A case expression select a result and return it. To select a result, the case expression use expression. The value returned by this expression is used to select one of several alternatives. يعني ما دام عندك alternative هنا في السؤال اللي إحنا أوجدناه طلع كيف؟ هاي A وهاي B وهاي C. فأوراكل بتقول لك انه احنا بنحدد انه انت تستخدم كيس ستيتمنت لانه اسرع واسهل في الكتابه والقراءه. طيب في هيك حاله انه في عندي كيس سيلكتور اللي هو الاكسبريشن اللي عندي ممكن يكون A او V grid. وين V grid مثلا بيساوي كذا حط الريزلت واحد وين كذا احط كذا. هنطبق عليها مثال. طبعا زي ما انت شايف هنا نفس المثال اللي احنا جبناه كاركتر ابر للجريد. ف
فبياخذ الجريد هنا ايش بيكون عندي اللي هو لو كان ايه حيقول لك هنا الابرايزر النتيجه تبعتنا الكيس الجريد اللي انت دخلته هان كان ايه حط اكسلنت بي حط فيري جود سي حط جود إلس نو ساتش جريد وفي الاخر بتطبع الجريد والابرايزر اللي موجود عندك. نحاول نطبقه مع بعض. نحاول نطبقه مع بعض هذا بشكل اخر. طبعا نعدل هنا السؤال. طبعا عندنا في جريد خليها زي ما هي begin. حتحط عندنا ايش اول اشي case statement. case الكيس لمين؟ للكلام هذا بنقول له when بالشكل هذا when v equal a then اطبع excellent. لما تكون when v equal كذا وهذا ايه when v equal كذا في الاخر ايش بنقول له else اطبع unknown. طبعا هنا فيش عندي هنا اللي هو end نستخدم end او بنقول end case بالشكل هذا end للكيس اللي موجودة عندك. طبعا نفس النتائج حتكون عندنا لما بنقول ايش احنا ايه حيقول لي excellent قول له b حيقول لي very good وهكذا. طريقة اخرى لكتابة هذا الكود بشكل ارتب طبعا احنا لو احنا جينا هنا قلنا له فورمات حيعمل لك فورمات له بالشكل هذا بيبقى بشكل مرتب زي ما انت شايف. طريقة اخرى انه احنا ممكن نحط كيس ونحط عنا احنا نتيجة بجن نحط مثلا ريزلت نو حفر او ريزلت بالشكل هذا نو حفر كاركتر ريزلتس نحط حفر كاركتر حفر كاركتر 2 نخليها 50. هل لقيت الريزلت حتيجي عندنا بالشكل هذا الريزلت كيس او نحط احنا في البيجن ريزلت بيكمز ايكوال تساوي الكيس هذا الكيس هذه هتتعامل مع مين مع الفي كيس مع الفي جريد انا اسف تعمل له كوبي عشان ما اغلطش فيه. اذا احنا الريزلت بيكمز ايكوال الكيس للفي جريد. طبعا هنا حنيجي ايش وين اي ذن ايش بنقول له اكسلنت وبنختارها بالشكل هذا when b then very good وهنا when c عندما تكون الحاله اللي داخله في عندي في الفي جريد بنقول له ايه then good else بنحطها unknown مش معروف بالشكل هذا وفي الاخر بنحط end بالشكل هذا وبنحط بنشيل او end case زي ما انت بدك وبنطبع اللي احنا بدنا اياه database management system underscore output dot put underscore line طلع معي بنقول له the result النتيجة is concatenation مع مين مع الريزلت الموجودة
يعني الريزلت اللي موجوده حتجيب لك الريزلت. ذا ريزلت از جود لمين الجود؟ كونكاتينيشن اوف، حط كمان فاصله هنا، كونكاتينيشن مع الفي جريد، يعني كل حاله بحالتها، ونسكر القوس وفاصله ما نقول، نشيل هذا طبعا عشان ما تسببناش مشاكل. نيجي نشغل الكود الموجود عندي. هاي A، هنا the result excellent، بدوش فاصلة منقوطة لأن أنا عملت لهم كوبي بالشكل هذا، وهذا ما بده فاصلة منقوطة بالشكل هذا. وهذا نمسحها ونشغل كمان مرة. هاي ايه؟ ايش قال لك؟ The result is excellent. شوف هنا. The result is excellent of A. يعني احنا بالطباعة يعني حرف الـ A أخذ excellent. وهكذا احنا بنتعامل معاه بالشكل هذا. ولو قلنا B حيقول لك very good و C كذا. لكن احنا ممكن نقول when C or في، فبطلع لك الكلام هذا ايه؟ جود. طبعا بالشكل هذا احنا يعني ممكن نكتبها بعدة طرق، تمام. طبعا هنا ممكن الوين ممكن نجيبها برضه من سيلكت ستيتمنت، يعني نقول سيلكت السالري ونجيب قيمة السالري ونحاسب حسب قيمة السالري اللي موجودة عندنا. الآن نتجه على الاكسرسايزز ونعمل أكثر من اكسرسايزز أنا جبتهم. اكسرسايزز هذا إيش بقول؟ طلع معايا. بقول لك تشينج كوميشن برسنتج از فولو فور امبلوي 150. تمام؟ يعني بدنا نغير إيش؟ الكوميشن. إذا كان السالري، إذا كان السالري مور ذان 1000، ذن كوميشن إز 4 من 10%. إف السالري إز ذن ليس ذان 1000، 10,000، بات إكسبيرينس إز مور ذان 10 يير، ذن حطوا 35%. إف السالري ليس ذان 3,000، ذن كوميشن كذا. إن ذا ريمينينج كيس كوميشن إز كذا. عشان نعمل الشغل هذا بدنا نشوف كيف نعمل ونجرب ونشرح الشغل بتاعه بطريقة سهلة جدا. ناخذ الكود هذا كده وبنيجي هنا وبنوضعه وبنقول له فورمات، اند اف، وفي اند هنا لانه في بيجن. نيجي مع بعض. اول شيء عرف عندنا في سالري من نوع نفس التايب اللي هو تايب اتريبيوت للسالري. بعدين شو عرف عندي في اكسبريشن اللي هو فاليو اكسبريشن اللي هو الشرط تبع السنه. الفي كوميشن هذا اللي هو متغير تبع الكوميشن. نشوف كيف بحسب انه هو شغال 10 سنين. العشر سنين نجيب هذه ونطبقها على الكلام اللي موجود عندنا عشان نوضح الامور نقطه نقطه. لو قلت له سيلكت الكلام هذا فروم ديوان، ورحت قلت له سيس ديت اللي هو تاريخ اليوم ناقص، نجيب السلر بتاعه سيلكت الهاير ديت from employees where employee id equal 150 او 105 مش فاكر،
نشوف هالقد 100 150. طيب هذه نوقفها شوي، نشوف تاريخ التعيين بتاع الراجل هذا. طيب امبليز تاريخ تعيينه 30 بالشكل هذا. لو احنا طرحناه من هنا وحطيناه له بالشكل هذا هيك، وقفنا هذه ورجعنا شغلنا لفوق وشلنا ايه فلور هذا، اذا حيجيب لي تاريخ اليوم ناقص تاريخ التعيين بتاعه. داتا تايب تو تو ديت هذا ايش بنقول دي دي ام ام واي واي، بنسكر هذه هنا. انفاليد خليها 2005 بالشكل هذا، هذا 4 وايات. توديت 30، هذا على فكرة 30 دي وهذا مانث وهذا يير. انفاليد يير ايش بيجيب لنا؟ نوقفها، انا بدي برضه نوقف هذا ونحط سيلكت ستيتمنت جديده تو ديت. ديت هو ايه 30/10/05 from dual dd ام ام نون نيوميريك كاركتر واز فاوند از ا نيوميريك واز اكسبكتد. Two y طب هات نجيب to date مثال إلها، أنا كاتبها كتير. قلنا هنا d d m m y ومديوال is date. طلع لنا اياه. طيب is date مثلا نقول له نفس الحاجة هنا 0/5، لأنه الكاركتر 6 لازم تكون نفس الحاجة دي، وانا دبل واي بالشكل هذا تمام. لو اخذناها بالشكل هذا هيك كنترول سي كنترول في بالشكل هذا ونطبقها سيز ديت طيب لو قلنا له هذا نحولها نفس الحاجة عشان أنا بدي أفرجيك شو القيمة اللي بدها تطلع إلها. بديت وخدناه هيك قلنا له دي دي أم أم
واي واي بالشكل هذا، سكرنا الجوز، حولناها لديت وطرحنا منه الكلام هذا. to date is date ناقص to date الكلام هذا، نزلها سطر وهنا الجوز، سكر الجوز هذا وهذا، المفروض يطلع عندي الجواب يعني سيز ديت ناقص سيز ديت، لأن لو أنا قلت له هذه بدناش تو ديت هنا، missing right parenthesis شلنا هذه، select to date ناقص to date الكلام هذا from the expression، هذا expression هاي ال from invalid y y d d m m y y و to date d d m m y y هنا بده هنا single quotation هان و single quotation هان، هاي الكلام اللي طلع عندي قديش تغلبنا لكن مش مشكلة. لقيتها هذه حط لها فلور عشان يقرب العدد، 5735 حطينا لها فلور، بس بتنشيل الزيادة منها تمام، لو كان ونص وكذا فصار عندي الرقم هذا، لو قسمناه هذا كله على 365 بالقسمة هكذا تطلع عدد. احنا بدنا الفلور هذه كلها لمين؟ للكلام هذا، يعني بعد ما نطلع القيمة نقسم هذا على 365 فبتطلع كم سنة هو شغال عندنا. فلور هذا اطرحه من هذا قسمه على هذا ما علينا اللي يعني بالشكل هذا احنا بنروح بنعمل الشغل تبعنا، اذا نحن حملنا فلور للسيز ديت ناقص الكلام هذا وحولناه لسنين حسب يطلع انتو السالري اللي جبناه اللي طلع عندنا بنحطه في الفي سالري، والاكسبريشن اللي هو عدد السنين بيطلع في الفي اكسبريشن، فروم امبلوي للموظف اللي رقمه 105. هلقيت بنبدا اول حاله، اذا كان الفي سالري اكبر من 10000 بنحط الفي كوميشن 40 في 4 في ال 10. إلس إف الفي سالري الفي إكسبريشن أكبر من 10 بنحطه 35. إلس إف يعني إذا كان بشغال أكبر من 10 سنين، إذا كان الفي سالري أقل من 3000 بنحطه 25%، غير هيك كلهم بنحط لهم 15%. هذا هو السؤال اللي إحنا حكيناه هنا. هذا وبالله التوفيق عشان ما أطولش عليكم، نديكم سؤال على السريع من الأسئلة اللي أنا وجدتهم حلوين جدا يعني. السؤال بقول لك هنا write a program that declare an integer variable called num، يعني عرف متغير اسمه num، assign a value to it أدي قيمة، and compute and insert into the temp table the value of the variable itself يعني قيمته square and cube، يعني بصير عندي الجدول فيه القيمة والتربيع والتكعيب. نعمله على السريع هذا، طبعا begin اول شيء في عند التم بنقوله create drop table تم، لو كان عندي موجود بالاول بيحذفه، معلش بنعمل create table اسمه تم، ايش في قلب القيم؟ num النوع نمبر سكوير من نوع نمبر
والكيوب من نوع نمبر. لقيتها احنا عملنا الجدول هذا. بعد ما نعمل الجدول في عندنا begin في عندنا end. بنعمل declare num نحطه هنا num من نوع number becomes equal and num begin insert into temp values. ايش بنحط هنا؟ num فاصلة num ضرب num او بنحط كمان مرة num ضرب num ضرب num بالشكل هذا. احنا ضفنا في الجدول كل قيمة بنقرأها بنضيف. نعمل run للسكريبت. لو حطينا الخمسة طبعا احنا هذا بدناش نعمل له دروب مرة ثانية ولا كريت، بنوقفهم هذول. بنروح على التيبلز، في عندي التيمب، بنروح على الداتا بتبعته، هذا تيست اسف تيمب، بنروح على الداتا 5 25 125. هيك احنا ضفنا القيم بتبعت الجدول هذا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على الإطالة مرة أخرى.